محاضرتين سابقة تحدثنا عن روت لوكس المحل الهندسي للجذر، وقلنا هاي الطريقة هي بالرسم لتحديد أقطاب الكلوز لوب من أصفار وأقطاب الأوبن لوب. أقطاب الكلوز لوب هي هدفنا، لأن إحنا من خلالها نقدر نحدد استقرارية النظام ونشوف أداءه، ولكن بالترانزينت. هذا كل الشغل بالترانزينت، هاي الأقطاب هي مسيطرة بالترانزينت. زين، الآن هذا الرسم المحل الهندسي للجذر، يعني راح نرسم الأقطاب دالة لبارامتر. من هو البارامتر المسيطر عندنا؟ كي، كي اللي هو غالبا يكون الفورورد جين. كي غالبا يكون الفورورد جين، مثل ما موجود بهذا المثال، هذا المثال اللي هو بأكثر من متطلب. هذا المثال، لاحظ هذا المثال جمع روت لوكس وروث كريتيريان. هذا المثال قلنا هو عبارة عن ذراع روبوت يحمل ليزر، وكان رايد أن يكون خطأ الحالة المستقرة مالته 0.1 مليمتر، ولكن لإدخال رامب. الإدخال الرامب قلنا إلى علاقة بثابت خطأ السرعة، ثابت خطأ السرعة هو 1 على كي، نتعوض، ولكن نتعوض بالجي اوف اس. لا تنسى الجي اوف اس بالاوبن لوب يطلع 1 على كي، فقط الجي اوف اس بالاوبن لوب يطلع 1 على كي. لازم ترجع نفسك الى نهاية فصل 4، شلون يستخرج ثابت خطأ السرعة او يستخرج الايرور ستيدي ستيت لادخال رامب وهو 1 على كي في، وكي في ثابت خطأ السرعة. هناك تشوف نهاية فصل 4 تشوف 1 على كي في يطلع 1 على كي. زين، هو قايل 1 على كي، قايل انا اريد الاي اس اس اقل من 0.1، يريد الخطأ اقل من 0.1 مليمتر. اذا 1 على كي اقل من 0.1، اذا كي اكبر من 10. هسه عرفنا كي دا لازم تكون اكبر من 10 حتى تحقق لنا متطلب انه الخطأ الحالة المستقرة اقل من 0.1. زين، هسه يجي بروث كريتيريان يشوف هاي كي واقعة بوين. يعني اوكي انا اخلي كي اكبر من 10، بس احتمال السيستم يغير، يعني يصير عن ستيبل، فاجي افحص بروث كريتيريان. زين، روث كريتيريان يعني المقام، مقام الداله الانتقاليه الكليه. اجى فحص مقام الداله الانتقاليه الكليه داله الكي، فحص حل متراجحات، يجب ان تكون العمود الاول موجب 50 كي اكبر من 0، اذا كي موجبه، انتهينا من عته، لازم هذا الحد اكبر من 0، وعندنا 750 ناقصا 50 كي على 15 اكبر من 0، يعني 750 ناقص 50 كي اكبر من 0، يعني كي اصغر من 15. زين، هسه هو اصلا يقول لي كي اكبر من 0 موجب حتى يتحقق هذا موجب، وهنا كي اكبر اصغر من 15، فصار عندي رينج. لاحظ هذا الرينج، طبعا هذا اكبر، ما بي مساواه، اكبر واصغر، هذا رينج كي اكبر من 0 واصغر من 15. لاحظ هذا الرينج، هذا مطلوب للاستقرارية، السيستم ما يستقر إلا ضمن هذا الرينج، وإلا يصير هذا العمود سالب. زين، والمتطلب السابق ما ننساه كي أكبر من 10، يعني أنا عندي من 10 للصفر صحيح ستيبل، ولكن ما يحقق لي الإرر 0.1. لاحظ، فإذا راح يصير عندي كي أكبر من 10 أصغر من 15. ها، بيا منطقة أشتغل، كي اكبر من 10 اصغر من 15، بلحاظ هذه القيمه، هذه القيمه حددتني، هذه البوينت 1 هي اللي سببت هذا التحديد. كل ما تخلي الشروط تزداد المحددات. شوف، تخلي شروط، هذا الشرط اي اس اس اقل من بوينت 1. زين، اشتغل هنا. هسه يجي هو، هسه لحد الان ما حدد المكانات، ما حدد الاقطاب، والسيستم اللي عندي ثيرد اوردر، انا ما اقدر احدد الجذور، فاروح اروح ارسم روت لوكس. راح ارسم هسه، اجي اتعامل النظام روت لوكس، وكانما هاي المتطلبات ما شايفه، 1 زائد جي اوف اس يساوي 0، هاي 1 زائد جي اوف اس، جي اوف اس عندي 1 زائد كي في كسر، هذا هو الداله، هذا السيستم جيفن منطيني اياه 1 زائد كي في هذه الداله، تاو 1 تاو 2 عندي، وهذا ديسي موتر، هذا ديسي موتر، هاي داله انتقاليه مال ديسي موتر تحرك ذراع. هاي شوف هنا، هذا
كي على 50 هذا حسب تاو 1 تاو 2 يجب ان تكون معاملات اس هنا تساوي 1 تاو 1 تاو 2 جيفن عنده هذني لا تنسان هذين جيفن معطيات نجي هسه هسه يجي يرسم بالطريقة التقليدية روت لوكس محاضرتين سابقة اشرح شلون ارسم روت لوكس ثمان خطوات بالنتيجة ترسم لي رسم ثمان خطوات تقريبا امشي بها وحدة وحدة بالنهاية ارسم رسم لاحظ هذا الرسم الناتج عن الروت لوكس لاحظ انت هذا الرسم الناتج عن الروت لوكس لاحظ هنا هذا هو الرسم شلون صار هذا الرسم هذا الرسم صار انا عندي اقطاب كلها ريال ديسيموتر اقطاب الاوبن لوب كلها ريال دالة الديسيموتر الانتقالية بها ثلاث اقطاب ريال واحد بالاوريجن لان هو هذا تايب 1 السيستم الديسيموتر تايب 1 اذا واحد يرجع الفصل 4 تايب 1 شنو تايب 1 ان يكون عندي انتجريتر هذا انتجريتر اس يساوي 0 واس يساوي ناقص 10 واس يساوي ناقص 5 ها هي الاقطاب الاوبن لوب ما عندي اصفار اوبن لوب شوف شوف اقطاب اوبن لوب اس يساوي 0 اس يساوي ناقص 5 اس يساوي ناقص 10 زين انا ما عندي اصفار اوبن لوب لازم عندي افتراضيه فثلاثه بالانفينيتي زين من يحدد هذا النبي يا انفينيتي صايرات عندي ثلاث محاذيات واحد رايح باتجاه زاويه 60 واحد باتجاه ناقص 60 وواحد باتجاه الانفينيتي ثلاث اصفار بالانفينيتي واحد صاير هنا بهذا الانفينيتي واحد وصفر صايره وين صايره هنا حددها المحاذي وصفر وين صايره هنا حددها المحاذي زين كل قطب يطلع المنحني من عنده يروح الصفر افتراضي يروح الصفر لازم القطب ينتهي بصفر ما بيها مجال ماكو غير هذا الطريق نجي هسه المحاذيات تقاطعن بناقص 5 زاوية تقاطع عندي زاوية ونقطة تقاطع زاوية 60 ونقطة التقاطع موجودة يعني هاي المسافة 5 لا تنسى مو سالب 5 المسافة 5 موجبة يعني عندي المجاور زين والزاوية اقدر اطلع المقابل شوف هنا طلع هنا يقطع عندي هنا اقدر ارسم اذا ما عندي منقله اقدر ارسم المحاذي وين يقطع زين انا عندي محال هندسيه صايره على الريال اكسس اللي هي هاي رسمتها بالبدايه هاي محل هندسه وهذا هم محل هندسه صاير على الريال اكسس هذا محل هندسه صاير على الريال اكسس انتهينا زين هذول هنا هذا عندي منحني يخرج من هذا القطب ومنحني يخرج من هذا القطب راح ينتقل ينفصلن زين من فصلن وين يروحن؟ يروحن يدورن على صفر زين وهنا هنا عندي منحنيين هنا عندي منحني واحد خرج من قطب وين يروح؟ يروح باتجاه صفر يا صفر اقرب له اللي موجود هنا على الناقص 180 هنا موجود هذا موجود زين هذول من انفصلوا وين يروحون؟ يروحون باتجاه انه بعدين يحاذون هذا المحاذي زين من راح منا وين يقطع راح يقطع هنا يقطع الاماجينري من يقطع الاماجينري شنو يعني شنو معناته اذا تقاطع الاماجينري معناته بالتقاطع الاماجينري معناته انا عندي الدالة الانتقالية المعادلة المميزة 1 زائد جي تساوي 1 زائد جي اوف كي جي جي اوف اتش جي اتش تساوي صفر زين شلون تساوي صفر عندي جي اوميجا فقط عندي جي اوميجا اطلع الاوميجا من هاي نقطة التقاطع تطلع عندي هاي تقريبا 7 التردد هنا طلع عندي هاي محاذاة هذا هو الرسم انتهينا هذا الرسم زين هذا الرسم هسه المن هذا الرسم دالة الكي يعني شنو دالة الكي يعني انا هسه شفتهم من هذا الرسم افتهم شغلة انه كي تساوي صفر وين عند الاقطاب هاي قبل محاضرتين ثبتناها وبالمحاضرة السابقة ثبتناها انه كي تساوي صفر عند الاقطاب يعني الدالة الانتقالية يعني كسب المنظومة يساوي صفر عند الاقطاب زين وكسب المنظومة يساوي انفينيتي عند الاصفار يعني كم موقع الكي ثلاثة هنا هذا هنا كي تساوي صفر ليش ثلاثة لان السيستم ثيرد اوردر يعني السيستم ثلاثة من ثلاث مراتب يعني الى ثلاث يعني كل كي لها ثلاث مواقع مختلفة كل كي لها ثلاث مواقع بينما هي نفس القيمة شنو الدليل على هذا الكلام هنا كي تساوي صفر
وهناك كي تساوي صفر وهناك كي تساوي صفر، يعني ثلاث مواقع. زين وهنا هناك كي تساوي انفينيتي، زين وين بعد كي تساوي انفينيتي؟ هنا. زين وين بعد كي تساوي انفينيتي؟ هنا. زين اجي هنا قال انا عندي كي تساوي 10 وين؟ زين هو يبحث عن هاي النقطة، يقول يا بدير بالك ترى كي تساوي 10 اكبر من 10 يتحقق عندي ايرور 0.1 مليمتر اقل، و15 يصير السيستم انستيبل. زين وين يصير السيستم انستيبل؟ اذا هاي قطابه، هنا السيستم انستيبل، هنا انستيبل، هنا السيستم مارجنال ستيبل على الحافه، هنا السيستم على الحافه، مو بينما هنا السيستم ستيبل بس جاي يقترب من الاستيبلتي، هنا السيستم ستيبل مور ستيبل. لاحظ اذا هنا كي تساوي 15، كي تساوي 15 هنا قبل انتقال الاقطاب الى جهه اليمين لكلوز لوب، كي تساوي 15 في النقطه اللي الريال بارت مال الاقطاب تنتقل الى الجهه اليمنى، هاي كي تساوي 15. يعني انا اعرف هسه كي تساوي 15 الاقطاب شو تساوي عندي؟ هذا جي 7 وجي ناقص 7، هاي هي الاقطاب كي تساوي 15. زين وش يقول لي؟ هذا القطبين. زين بعد وين القطب الثالث؟ لان السيستم ثيرد اوردر. اقول له هو السيستم ثلاث مقاطع. لاحظ عرفنا موقع كي اللي يقابلنا، يعني كي هنا 15، كي هنا 15 قلنا. زين وين كي الباقي؟ وين الموقع الثالث اللي بي كي 15؟ هنا صاير. ليش هنا صاير؟ ليش؟ لان السيستم هذا ثلاث مقاطع، هذا مقطع، لاحظ هذا مقطع يخرج من هذا القطب ويروح هذا مقطع بلون ازرق، هذا مقطع بلون اسود يخرج من هذا القطب ويروح بهذا الاتجاه. زين والمقطع الثالث هنا، كل جذر موجود على مقطع، ثلاث جذور كل جذر موجود على مقطع. زين كي اللي هي قابل لي 15 وين صايره؟ صايره هنا تقريبا، هاي كي تقابل 15 هنا تقريبا. شوف زين اجي هسه يقول لي كي تساوي 10، وين كي تساوي 10؟ هسه الكي تساوي 10 شلون استخرجها؟ كي تساوي 10 قبل محاضرة أو محاضرتين اتفقنا على كي، شلون نستخرجها؟ شوف كي شو تساوي، شوف المحاضرة هاي البداية كانت بالبداية، ما كي شنو كانت تساوي؟ شلون اشتقينا أصلا احنا شلون الموضوع؟ لاحظ هذا، لاحظ هنا شو يساوي كي؟ طبعا ماجنتيود كي، مطلق كي هو كي موجب يعني كي. زين شو يساوي؟ ماجنتيود الاصفار حاصل ضربهم، يعني حاصل ضرب ماجنتيود كل قوس على ماجنتيود الاقطاب، هاي اقواس هاي الاقواس، يعني حاصل ضرب ماجنتيود كل قوس. زين انا اصلا بهذا السيستم ما عندي اصفار، فاذا اوبن لوب كله اوبن لوب، اذا واحد اذا ما موجوده اصفار يعني هذا واحد. زين هسه اجي وسطين بطرفين، يعني كي شو يساوي؟ حاصل ضرب اطوال الاصفار الاوبن لوب على اطوال الاقطاب، اطوال الاقطاب الاوبن لوب على اطوال الاصفار، يعني بالعكس هذا مقلوبه كي تساوي. زين هذا واحد راح يصير بالمقام، يبقى هذا شو يمثل؟ الماجنتيود، الماجنتيود يعني الاطوال، شلون اطوال؟ يعني بالرسم شلون؟ هسه روح للرسم، هسه عرفنا كي شي يساوي ماجنتيود هاي الاقطاب على ماجنتيود الاصفار، هاي كي. هسه نجي الى الرسم، هذا الرسم اللي احنا بصدد الان جاي نشرح المثال اللي احنا جاي نشرحه. هذا الرسم
شنو هي الأطوال؟ كي تساوي 10، يعني 10 شو تساوي؟ نختار نقطة معينة. شوف أنا اختاريت نقطة معينة هنا، بنرسم الحل كله، بنرسم هاي نقطة، نقطة معينة اختاريت هاي النقطة، أريد أشوف شقد قي طول شقد كي هنا. أجي الماجنتيود مال الأقطاب، يعني أنا أجر خط مستقيم منا إلى هاي النقطة اللي اختاريتها من القطب هذا، وخط مستقيم منا هذا الخط راح أسميه طوله أي، طول راح أقيس بالمسطرة خط مستقيم من هذا القطب إلى هذه النقطة اللي حددتها، هاي حددت هاي النقطة، خط مستقيم بالمسطرة خفيف منا لهاي طوله أي، خط مستقيم منا لهاي طوله بي، خط مستقيم منا لهذا طوله سي. لاحظ ثلاث اطوال، ليش ثلاث مستقيمات؟ لان السيستم ثيرد اوردر. زين اذا عندي اصفار هم من الاصفار لهاي النقطه، زين حاصل ضرب طول اي في طول بي في طول سي هو كي، هو كي حاصل ضربهم كي، حاصل ضربهم كي. زين هسه واحد يجي احنا طلاب هندسه مرحله ثالثه، يعني مو اي شيء، اجي يقول لي اذا عندك 10 تساوي اي في بي في سي تقدر تطلع لي اياهم؟ هسه هو هيك يقول لك، يعني يقول لك 10 تساوي لي اي في بي في سي، تطلع بالمسطره، تطلع هنا حاصل ضرب اي في بي في سي تساوي 10، يعني بالعكس العمليه، عندي اي بس ما عندي، لا اي عندي اي بس ما اعرف المكان، ما اعرف المكان. اي في بي في سي يساوي 10، يعني مستقيم منا الى هنا، ومستقيم منا الى هنا، ومستقيم منا الى هنا، ثلاث مستقيمات مجهوله، مجهوله الاطوال. اذا احركهم على هذا المنحني بحيث اطوالهم تساوي 10، اطوالهم تساوي 10 يطلع هذا الموقع كي تساوي 10. لاحظ انا هسه واحد يقول لي زين اقدر استخرجه منا، اقدر اي اقدر، اقدر احدد موقع القطب منا مو بالرسم، بس العمليه تصير مو بالرسم منا، هاي كي 10، كي 10 مو عندي كي 10، عوض 10 هنا تطلع الجذور، بس هنا انتقلت الحالة مو بالرسم، تطلع الجذور، من تطلع الجذور تطلع عندي، يطلع عندي S1 S2 S3، يطلع موقع الجذر، وين موقع الجذر؟ هي 3، 2 مركبات و1 ريال، يطلع واحد هنا و1 كونجيجيت هنا و1 يطلع هنا، هذا طلع هنا 3. هاي اذا هسه انا منا عرفت قيمة كي، شلون اعرف قيمة كي؟ هنا يريد يحسب يعني بالنسبة الى عند الكي تساوي 10، يريد يحسب السيتلينج تايم والاوفر شوت، يريد يحسبه، يقدر يحسب السيتلينج تايم والاوفر شوت، لانه شلون يقدر يحسبه السيتلينج تايم والاوفر شوت؟ يقدر، لانه هو من حدد موقع القطب تحددت هاي الزاوية، يعني هذا القطب كلوز لوب وتحدد موقعه، يعني حددت الزاوية، هاي الزاوية كوساين انفيرس زيتا، زيتا هي الدامبنج ريشيو، طلعت زيتا، شوفها طلعت زيتا، هاي طلعت زيتا، طلع الاوفر شوت وطلع هاي. يا شباب هنا عندكم هذا واجب، لاحظ هذا الواجب مطلوب من عندك بالثلاثاء القادم ان شاء الله، بالثلاثاء القادم هذا الواجب مطلوب من عندك تحله، تتعاون يا زملائك حتى تحله، والجماعه اللي ما جاي يحلون واجبات هم بكيفهم احرار، احنا ما نغصب الناس على العلم، العلم للي يريده، واللي ما يريد علم هو حر بكيفه يعني، ولكن احنا مستعدين ننطي المعلومات لأي واحد يريد المعلومات، اللي ما يريد يحل واجب ما عندنا احنا سلطة عليه ان نقول له حل الواجب مالتك، بس لا يستوي الذين يعلمون، الذين هل يستوون يعني نساويهم يعني بالسعيات؟ ما نساويهم طبعا، اللي ما حال واجب، اللي متأخر بحل الواجب، اللي يقدم
بيوم الثلاثاء الصبح غير اللي يقدم يوم الثلاثاء العصر، اللي يسحب الواجب كله يبين عندنا، هذا يسحب الواجب ويغير بيه هم يبين عندنا. كيف الواحد كل من بكيفه، بس كل واحد إلى ياخذ استحقاقه، كل واحد ياخذ استحقاقه. اوكي، فهذا الواجب شباب هو اللي مطلوب بالثلاثاء القادمه. اكل بعض يغلس يقول لك ما الاستاذ ما جاي ينبهنا، احنا نسجل عندنا الواجبات اللي يقدمون الشباب، جاي يقدمون الواجبات، والبعض يراهن على انه انا انسى هذا الشيء، البعض والبعض مشغول ما نعرف شنو ظروفه، كل من ظروفه. اذا هسه هذا المحل الهندسي للجذر، المحل الهندسي للجذر قلنا شنو الفائده مالته؟ الفائده مالته انا اقدر اعرف خصائص الترانزينت من عنده، خصائص الاوفر شوت السترنج تايم، لان انا راح اعرف الاقطاب، وهاي الاقطاب تشتغل بالترانزينت شباب، هاي الاقطاب الاقطاب المركبه اقطاب مسيطره بالترانزينت. زين هسه واحد يقول لي ممكن تكون الاقطاب كلها ريال؟ اي ممكن، هنا أنا قطب وهنا قطب وهنا قطب، هاي لما يكون كي قليله جدا، كي قليله، انت لاحظ هنا كي عند الانفصال ايش قد، شوف كي هنا عند الانفصال، هاي وين كي؟ هذا كي، هذا هنا هسه هذا 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 هو مكان نقاط نقطة الانفصال، هذا 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 هسه مكان ناقص 2.11، هذا ناقص 2.11، ايش قد قيمة كي عنده؟ هسه ليش هنا؟ هذا نعوضه بهاي الدالة، هاي الدالة عوضها هنا تطلع قيمة كي المقابلة للناقص 0.11 واللي تكون قليلة أقل من 10 هنا. زين هنا ايش قد قيمة الأقطاب؟ هنا عندي قطبين متساويات، هنا عندي قطبين متساويات، لا دائما اكو قطب هنا، دائما اكو قطب موجود هنا، قطب هنا، اذا اكو قطب هنا ولازم اكو قطب هنا، انتهينا. هذول ثلاثتهم نفس الكي، زين اذا هنا هذول قطبين متساويات ناقص 2.11، زين والثالث موجود هنا تلقاه نبحث عنه، زين واذا هذا القطب هنا نقول له هذا صاحبه هنا يقابله، والثالث موجود هنا نبحث عنه، زين واذا هذا هنا كومبلكس كونجيت مركب نقول له هذا هنا صاحبه هنا، هذا نقول له هذا هذا، زين والثالث هذا، هذا الثالث هو مأشرة، ها شوف ثلاث مكانات للجذور، ثلاث مكانات للجذور. هسه لاحظ هذا سيستم، هذا السيستم هو، هذا هو السيستم، هذا السيستم مالتنا، هذا السيستم مالتنا، شوفوا هنا هذا السيستم مالتنا مرسوم، هذا هذا السيستم مالتنا نرسم بالماتلاب، شوفه بالماتلاب بروت لوكاس سهل، بس اللي ما يعرف النظريه الماتلاب ما يعني شيء هنا، ما يقدم شيء، النظريه نعرفها بالبدايه وبعد ذلك ننتقل للبرمجه. شوف الاقطاب مالتنا ناقص 5 ناقص وصفر وناقص 10، شوف الماتلاب شباب، شوف هنا هاي الاقطاب ناقص 5 0 وناقص 5 وناقص 10. هسه خلنا نرجع هذا جريد اوف حتى نشوف، وبعدين نسوي جريد اوف، جريد اوف ما بيد شبكه، راحت الجريد هسه بقى بدون جريد. لاحظ هنا هاي الاقطاب، شوف الالوان، شوف الالوان طالع من هذا القطب لون اخضر رايح هنا الانفينيتي، طالع لون ازرق منا رايح، طالع منا الاحمر رايح، وين يقطع؟ يقطع هنا تقريبا من ناقص 7، هذا من ناقص 7، شوفه من يروح للانفينيتي يروح مستقيم، يروح مستقيم، المحاضيات تقاطع من هنا. شوف كل قطب ينتمي الى لون، يعني يقول لي انت هنا موجود هذا قطب، اقول له هذا قطب، هسه شوف هنا أنا هذا قطب، سلو اجي هذا هنا انا راح احرك هذا قطب، لاحظ هنا خصائص، هنا ينطيني خصائص كامله، شوف الخصائص اللي انطاني اياها،
شنو الخصائص اللي انطاني اياها؟ قال لي القطب ناقص 0.798. اوكي زين ايش قال لي بعد؟ قال لي يابا الكسب 30.9. الكسب احنا احتمال مختارين غير كسب، نتاكد من هذه القضيه. شنو بعد عنده؟ الاوفر شوت صفر. طبعا الاوفر شوت صفر لان القطب جذر حقيقي مو مركب، منين الاوفر شوت؟ هذا التردد هو نفس القطب. هذا ساي، شوف هاي المعلومات، هاي المعلومات، هاي المعلومات، لاحظ هاي المعلومات. هاي المعلومات لاحظها، هاي المعلومات. تردد 0.798 نفسه ناقص 0.798. هو القطب شنو؟ هو القطب غير تردد، بس التردد موجب هذا القطب، هذا مكانه سالب. شوف هسه لو تجي هنا تبحث راح تلقى هنا، هسه نجي هنا خلينا نشوف